بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور ديننا ودنيانا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد حسدني أيها الأحبة وحسدي اللحات كتاب كيني الإيضاح بعلم التصريف في علم التصريف وحانا سو قادني صفحة لحية لباتنات اماشا يكو قرنتهي دال الأمثلة في باب عتل يعتل ويعتل هدينو سو تورقو إنو وحينو سو قادنين وحان سو شاقني كتابكو إنو كهدلو الأسماء المشتقات هي الأفعال المتصرفات لبدا إنو كهلا أيه نصور شغني أسماء دو إنو دمان تهي أفعاشة أيه لصهر مريي أما إنو كسو قد ترني أفعاشي دور مر بينو قيبني مرك حاجة تركيبك لغا إيغو وحانو قيبني مجرد إيه مزيد كي وانو دمان يهي مجرد كي نكسو ترني مجرد كه وأين هرئوس وقحني وحان إستغنى أقيبني لبقي بود ثلاثي هي الرباعي رباعي درسي إن شاء الله إسنا كشي قدونا لكن إلى أي حد ثلاثي أي نكسو ترني حدنا باب كان عتلا يعتلو أي النهر ثلاثي مركز صد حصرات بالنقضي فعلا هي فعلا هي فعلاء مدول بي أوزانتي سيوان صور شاقني أمثلة دي سينوان كسو درني مضارع ودينة صور شاقني إني فعلكو تما دي يفعل وحكشادو بينا يسنشرين فعلنا أي كتما دو يفعل حوغي الشاد أهنا أي لا ذهي أو إلا أي أفر يسدنا لباقي بوضو أفر يطبن كم دهنا أي ذو الوجهين لباتن كم بدهنا أي شيء خالص آيهين أو يفعل أي كشادو بين فعلا وحين نصور شاقني إن يصدح ذا حركة بكت مادو يفعل 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 إي ولي بقيب ذو الوجهين صدح ذا كلبه وصور شاقني لكن هذا وحنا لكن كب الله بينا بابك أفرات أو فعل أو ذو الوجهين ويفعلون كت مادة يفعلون كت مادة وأنا كن لي راه ذو باب عتلا يعتلو قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو باب كنيسة عتلا يعتلو ويعتلو كل فعل بل يراه ذا لم يشتهر بالضم ضم أنكشه روبن أو الكسرة كسرا أنكشه روبن ولم يوجد فيه دواعي الضمة داعي الضمنا ضم وحويرينا عن لغو أركن أو الكسرة أما كسرة وحويرينا عن لغو أركن أو جالب الفتح جالب الفتحنا عن لغو أركن صدح ذا مركي لقواي وصدح ذا نسوق هذا مي وح فعلا يفعلوا وغيريا وأما الشهراء أما الداعي أمركي لقواي وح فعلا يفعلوا وغيريا أما شهرة الكسرة أما داعو الكسرة لوايو وح جالب الفتحة هنا لوايو فعلى مركاسي وح عينو بيسا فيتعين الوجهان لبوج با مركا عينو بيسا وماشا إمانا يسوانا الضم أو الكسر إن يفعل ليلاهدو يعتلو أما وحاك الوقوب بنان يفعل إن ليلاهدو ويعتلو أمثلة أفير سمركة عتلا هدا وحدة عل كسراء هي وحدة عل ضماء هي وح جالب الفتحاء هي وح شهراء وأن كرد يهنكر نما شفت مركة أنت مركي لوايو أي واحد كوكي نساء يعتلو هي ويعتلو لبضب ويكوب النانت خذوه فاعتلوه
iyo khuduuhu factuluuhu labadaba qur-aanka waa la akhriyey, qiraa'aadkana waa lagu kala akhriyey. Hal meel buu ishkaal ka iman karaa inaad tidhaahdo catala oo hadda aan barannay inay dhulwajhayn tahay oo yafcilu iyo yafculuba ay ku timaado, iyo maxaan ku kala garanayaa shuhratu dammada iyo shuhratu lkasrada. Taasi waxay u baahan tahay xifdi iyo qawaamiista dictionaryada luqada carabiga in loo noqdo, buugaag ururisayna, kutub ururisayna oo koobtayna wayba jirtaa, oo intaasoo ficil baa shuhratu kasra ah, intaasoo ficilna waa shuhratu damma, intaasoo ficilna waa wajhay catala. Marka taasi xoogay, markii aad sarfiga meel ka gaadho ayaad baran kartaa. Tusaalaha labaad waa cakafa, yackifu iyo yackufu. Ka saddexaadna waa carasha, yacrishu wa yacrushu. Tusaalayaashuna waa badan yihiin, laakiin saddexdaasaynu ku kaaftoomaynaa. Intaas waxaan uga gudbaynaa ayuha alikhwa mujaradkii thulaathiga ahaa iyo mudaaricii baynu uga gudbaynaa. Thaaniyan, midka labaad waa almujaradu arubaaciyu wa mudaaricuhu, mujaradkii afarlaha ahaa ama rubaaciga ahaa iyo mudaaricisii. Ficilka waa annagii maad usoo qaybinay mujarad iyo rubaaci, ficilka mujaradka ah ee maadiga ah waa annagii usoo qaybinay thulaathi iyo rubaaci. Thulaathigii kasoo farxalanay, rubaacigii baan halkan ka garaynaa. Marka lilmujaradi arubaaciyi ayuu u sugnaaday mujaradkii rubaaciga ahaa wasnun waaxidun, hal wasan baa u sugnaaday. Wahuwa wasankaana, miisaankaas ama kafadaasna waa faclala, oo fa'dii iyo caynkii iyo laamkii aada awalba thulaathiga kusoo baratay waa yaallaan. Laamkii unbaa laba jeer lasoo celiyey, faclala baa la yidhi. Marka wayajiiu mudaaricuhu, mudaariciisana wuxuu ku yimaadaa, wayajiiu mudaaricuhu, mudaariciisana wuxuu ku yimaadaa bidammi xarfi lmudaaricati, mudaaracada xarfulmudaaracada oo la godo, iyo wakasri maa qabla aakhirihi, qabla aakhirkiisa oo lasoo hoos oo la hoos dhigo. Faclala waa halka wasan ee mujaradka rubaaciga uu leeyahay, mithaalkiisana waa daxraja, daxraja faclala. Mudaariciisii buu durba si toosa u gudagalayoo wuxuu yidhi mudaariciisa horta xarfulmudaaracadii waad godi, halka thulaathigii xarfulmudaaracada la fatxinayey, xarfulmudaaracadii kan waad godaysaa. Yudaxriju baa dihi, qabla aakhirka, qabla aakhirkana waad hoos dhigaysaa. Yudaxriju bacthara yubacthiru, waswasa yuwaswisu, zalzala yuzalzilu, tam'ana yutam'inu, ta'ta'a yuta'ti'u, sidaasuu noqonaya. Marka daxraja iyo bacthara iyo waxay noqonayaan mujarad rubaaci oo caadi ah, waswasa iyo zalzala iyo waxaa weeye waa mudacaf rubaaciha la yidhaahdaa, maxaa yeele mudacafka rubaaciga uu noo keeni doonaa, oo waa midka ay fa'diisa iyo laamuhu luulaa ay isku mid yihiin, sida zalzala fa'da waa za, laamka horena waa za, caynka iyo laamka labaadna waa isku nooc, zalzala, waswasa, ta'ta'a wahaakada. Qolyaha kalena waa mudacaf, waa mujaradkii rubaaciga ahaa iyo caadiga ahaa. Halkaana baabkii labaad aynu oga baxno, baabkan isaga ayaan hadda ku guda jirno, qaybtiisii labaad aan halkaa oga baxno. Qaybta saddexaad baan u gudbaynaa oo ahayd thaalithan taqsiimu lficli ilaa saxiixin wa muctalin, ficilka oo loo qaybiyo ficil fiyow iyo ficil jiran. Ilaa iyo hadda inta aan xusuusto ficilka saddex jeer baan soo qaybinay. Mar markii laga duulo xilliga uu ficilku dhacay waxaan u qaybinay maadi iyo mudaaric iyo amar, marna marka la fiiriyo tarkiibka ficilka iyo qaabka dhismeed, qaab dhismeedkiisa waxaan u qaybinay mujarad iyo maziid. Haddana waxaan u qaybin karnaa
هذا نحن قيبني صحيح يا معتل مد في يو يا مد شرا فأنا قيحي دونا مركلا أصيد بنا نصر بابني باترة مضاعف كمتعدي جاي مضاعف كلازم جا مركان كهل لإني فعل كمر ولازم يتعدي ومرك اللي جا معمول كي واحد وكم عمل فلايو يدنا لازم يتعدي هي الله قيبي يا دور مرر كلا قيب سما فعل كنا سيابا كلا فعل كلا قيبي أنا واترة قرنا حلاقة يبين كرا ثلاثي يا رباعي يا خماسي يا سداسي وهكذا فعل كوحوق يبسما مركز صحيح يا معتل ينقسم الفعل فعل كوحوق يبسما إلى قسمين صحيح ومعتل صحيح يا معتل أي فعل كوحوق يبسما صحيح محل إذا هذا مرك فالصحيح الصحيحة ما فعل بالي إذا هذا خلت أي كخال النقطيس كتشرين خلت حروفه حروف تي سوي كخال النقطة حروف تي الأصلية وأصلها هاي من أحرف العلة حروف تلو يقال حروف العلة وكوقة بتيميش هامش كفيري حروف العلة تقع ضمن حروف الهجاء وهي الواو والياء والألف وما عداها صحيح حروف العلة هو ألف كأي ووضع إيا وحكسو حريسة قال يلا باتنكي حرفها كلنا والصحيح بلو يقال وقد اجتمعت في كلمتين نوحيها أما أوتينا أي الوكلمية نوحيها أي أوتينا محلوه مقعبي حروف العلة وسميت بذلك حروف العلة أي الوكلمية مقعبي لقبولها الحذف والتغيير في أبنية الكلمة إني أقبل شيء إن لبدله أما لحذفه مركا لقاها الله اسم ياشا كلمة الاسم هذا مركي لقاها الله إن لبدبدلي كرو أما لقوين كربا أقبل كي أقبل شيء درادت بحروف العلة حروف تيجي لعسانيد لغو مقعابي ومتى جاءت ساكنة حروف تايدا مركا الريبان تاي نوحي هذا نواد كم ذهي مركا الريبان تاي ووقع قبل الواو ضمة ووظهر تيدنا الضمة أي دعضو وقبل الياء كسرة أي دعضو وقبل الألف فتحة أي دعضو يظهر غيبا أي ألفتنا كرلق وكهر ريو يأذن هوسدك ووظنا قدنين سميت وحالو مقعب حروف حروف مد حروف المد بحالو مقعب علم القراءات أي الغبرتا والامتداد الصوت بها أو حاكو ديران نوحيها نوحيها يعني صوت كأياح وغير تشيد ميا والألف ألفتنا ليس حرف ليس معها أن حرف علة عند الصرفيين صرفيين تحرف علة أمي قانان وحي أمي قانان حرف كان علة مركي اللي هو حرف تيران مركي اللي داوين ايو شيء اللي قد داوين أي أمي قانان ألفتا المهم صحيح وحال إذا هذا فعل ك أي حروف تي سأصل كأهي كم مغان قشي كنبت قشي أما كم مرانت هاي حروف تا حروف العلة اللي يقانو أما ألف أما وو يأده أما ألف تبا قدر صو إنت كان أي كم قيهين باو حال إذا هذا حرف كاسي والصحيح حروف العلة أنا وهو الواو والياء والألف وي تسال ياشي سا صحيحة تسال ياشي سنة وكتب أخذ سأل قرأ عم فرح أزف كرم بعثر زلزل طأطأ انتبه سقى أمر مهموزة سقى أمر محل إلى هداي مضاعف أصيد عم سقى رباعي بعثر يا زلزل رباعي أمر مضاعفة تسالوين أتيابك للدول وأديك سنكرت أيوه كو تسالي والمعتل معتل ككنجرن ما بال إذا هذا فعل كان أو هذه أحد حروفه الأصلية حروف تيس أصل كأمد كم إذا أوي هاي حرفا أو اثنين من حروف العلة حرف أما اللبو حروف حروف العلة اللو يقان كم إذا فعل كهو كتر إلى هذا حروف الحروف العلة المذكورة إن صار شيء مثل تسال أهان وكذا صام باع دعا رمى وفى طوى إيه طوى هذا لو حرف علة كترته أو طعضهم بس صحيح كعلى وضع حرفه كلو حروف العلة وفانا فادهم بس صحيح كعلى وضع كلو حرف العلة رمى دعا باع صام وكزنا حرف حرف باكاء
aan waliba iyago isagii uu ku kala noocyo noocyeeyay tusaalayaasha ee tusaalayaashu isku jirana wakaas wali kullin min alficli alsaxiixi walficli almuctali aqsaamun ficil kasta oo saxiixa ficilka saxiixa iyo ficilka muctalka waxaa u sugnaaday qaybo aan sheegi doono أقسام الفعل الصحيح ثلاثة هي فعلك صحيح وأصدح قيبوت وحين كليهين كو الصحيح السالم صحيح نبض قلي أو سالم صحيح سالم محال إلى هذا وهو ما سلمت حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف وحال إلى هذا كان حروف تيس أصل كأي كان نبض قشي همزة تضعيف لو حتصبرت فعلك الصحيح inuu yahay ficilka xuruuftiisa asalka aysan ku jirin xuruuful cilla isagii baa marka saddex qaybood noqday qaybtiisa hore waxaa la yidhaahdaa saxiix saalima saxiix nabadgalay talo muxuu ka nabadgalay wuxuu ku yiri waa midka xuruuftiisa asalka ay ka magangashay ka nabadgashay hamzo hamzadu xoogay waxay u yaraha dhowdahay xuruuful cilla wattadciif tadciifku isaguna wuxuu u dhow yahay xuruuful cilla labadoodaas haddii laga helo ficilka magac kale uu yeelanaya ee saxiix saalima lama yidhaahdo tusaalahoodana waxaa weeye baabka isaga ah ama saxiixa saalimka tusaalihiisu waxaa weeye nasara fataxa sharufa bacthara labo asaxiix almahmuus saxiixii la hamzeeyey ay yuujad fiihi hamzatun baa laga wadaa وهو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة وهذا هو مثل أمن أول كي أجرت أما فاذا سأل عين كي أجرت أما لحظة بدأ لام كي أجرت أما آخر طأطأ وحي أجرت لام كهرة إيا لام كالدنباب عين ك إيا لام كالدنباء أي همزة أجرت وهكذا ثالثا المضعف هو النوعان مضعف ك صحيح سالمة صحيح مهموزة هي مضعف مضعف كاس عمر كالنوعان لما قيبوضة مضعف ثلاثي مد ثلاثي هو صد حرف كوبا وهو كاسنا ما بل إلى ذا كان أو أهاضي وسطه آخر كيسة هي وآخره آخر كيسة من جنس واحد إهادين مثل تسالهان جفا شق صح وفرس جف هدا جف أصل كي وحوها جفف فأضغم مركا إحدى الفائين بالآخر بلو إضغامي فأصبح فاء مشددا إحدى الفائين بالآخر لو إضغامي فأصبح فاء مشددا وشق إي وصحنا مثل جف وي ماشي هامشكه قدات كفيري سو هو قبطي المهم مضعف ثلاثي او حال الى هذا فعل ك وسط كي سوا عين تي سي هي اخر كي سوا لام تي سي اي اسكو جنسيين اسكو حرفيين جف هذا لغاتين اصل كيدي جفف اها شقنا انو شقق اها صحنا انو صحها اها عين الفعل كي او حقه صح هي لام الفعل كي او يدنا حقه ayaa saxa ku jiro shaqana qaafka laba qaaf baa caynta iyo laamta ka kala fadhida jafana laba fa baa caynta iyo laamta fadhida kadibna qaacidadii aad soo baratay ee sarfiga ayaa ku dureebsantay oo marka hore maxaa la sameeyey waxaa la sameeyey caynka ama xarafka hore ayaa xarakadii laga qaaday liyata'atta alidgham idghaamku si u yimaado waa camaliyada loo sameeyo kadib markuu kuu soo baxay jaffa markaanu matalan wax ku midaalino jaffa yani jiin kor dhigan fa reeban iyo fa kaloo kor dhigan jaffa oo aan la shidaynin markay kuu soo baxday ayaad qaacidadii marka ku dul dabaqaysa ahayd idaa taxaraka maya ida ijtamaca xarfaani mutajaanisaani bacda faa'i lficli udgima axaduhumaa cala alaakhar bishardi sukuuni alawal wataxaruki الثاني كاس مضاعف في ثلاثي جهوي ب ومضاعف رباعي مضاعف رباعية مضاعف رباعي اسم حال إلى هذا وهو ما كان أول وهو ما كان أوله وثانيه مكررين
midka ay awalkiisa iyo xarafkiisa labaad kuwa lasoo celceliyey ay yihiin. Fa'diisana waa lasoo celceliyey, oo fa'dii iyo laamul uulaa baa isku mid ah. Marka laamul uulaa baa fa'dii xarafkeedii baa lagu soo celiyey laamul uulaa. Midka labaadna waa cayntii baa isna lasoo celceliyey, oo laamtii labaad baa caynta u eg. Marka meesha ay fa'diisa iyo laamtiisa hore ay isu eg yihiin, ama cayntii iyo laamta dambe ayaa isu eg, meeshuu kaa dheelaaba wuxuu ku yidhi awalkiisa iyo thaanigiisa ayaa lasoo celceliyey. Waa cibaaro kale marka fahan yarun bay u baahan tahay. Tusaalayaashiisana waxaa weeye zaxzaxa, faman zuxziha can nar, xasxasa, xasxasa alxaq, damdama, iyadana qur-aanka way ku jirtaa. Waayahay damdama iyo xasxasa iyo zaxzaxa oo saddexdaba saddex lafdi oo qur-aanka ku jira weeye ayuu tusaalayaal kaaga dhigay. Intaasna waxaan oga baxaynaa saxiixii iyo qaybihiisii. Maxaanu qaybinay saxiixa saddex qaybood: saxiix saalima, saxiix mahmuuza, iyo saxiix mudacafa. Mudacafkii baa laba qayboodo isna mudacaf thulaathiya iyo mudacaf rubaaciya. Waxaan uga gudbaynaa aqsaamu lficli almuctal, oo isagana markaasi shan noqonaya. Aqsaamu lficli almuctali waana shan qaybood. Almithaal, mid mithaal loo yaqaano. Mithaal waxaa loogu bixiyey wuxuu u eg yahay oo u dhigmaa saxiixa xagga cilaalka markii laga hadlayo. Isagii buu kuu qeexay oo wuxuu ku yidhi وهو ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة مثل وعد وقف يئس ينع يسر ومدك حرف كي سهر حروف تيس أصل كحرف أغوه الرأي وحرف علية حرف علة هاسي مركة وحا اسكم مدأ أما ووها النغض السيدة وعد أما يأها النغض السيدة يئس إيو يسر أما ينع وكالها النغض اسكم مد مركز. Midka labaad waxaa weeye al-ajwaf, mu'talka qaybtiisa labaad waa al-ajwaf. Jawf waxaa la yidhaahdaa horta ubucda gudaha la yidhaahdaa al-ajwaf. Isagii buu kuu qeexay oo wuxuu ku yidhi wahuwa ajwafku maa kaana thaani xuruufihi al-asliyati xarfa cilatin midlu qaala saara saama kaana iyo qaada iyo caadana wa kulamid waslamid. Almuhim waxaa weeye ficilka caloosha ka buka, calooshuna waa caynka, waa dhexda, waa xarafka dhexda ku jira. Ila xarafkii waa ficilkii waa thulaathi, ficilkii waa thulaathi mathalan. Marka waa fa iyo cayn iyo laam. Caynkii fa'dii iyo laamkii labada taraf bay mareen, caynka ayaa ubucdii ah. Marka ajwafka thulaathiga ah waa midka bartanka ama caynta كتشرن وي وهو ما كان ثاني حروفه حروف تيسا كيسا لبات الأصلية أسل كا حرف علة أويها مثل قال سار صام. هذا ألف با ماشي تالا لكن هدي أن اللي نصرفيين بيننا يصرفي بيننا آخرنا إنها ألف حرف علة ما حروف تي حروف العلة هيد آوي قال أسل كاذيبا قولاها سارنا أسل كاذيبا sayara ahaa saamana asalkeediiba sawama ahaa waayahay. Hadhow haddaad tiraahdo maxaan ku gala garan saara iyo qaala, inuu midna qaalana inay wow ka maqan tahay saarana ayaa ka maqan tahay, maxaan ku kala garan? Haddaad tiraahdo waxaad ku kala garanaysaa mudaarica iyo masdarka markaad ficilka u binayso ayaad ku kala garanaysaa. Oo qaala مضارع عادي واه مخي يقول وي يقول اني و مشى لغا حد في بعد غرانيسا قال يقول مصدر كيدينا واه مخي وا قولا سارنا يسير بالله يسير مصدر كيدينا سيرا وهكذا. صدح الناقص متك الناقص كلو يقانو معتل معتلك qaybtiisa saddexaad naaqis baa loo yaqaanaa. Naaqisku marka waa mid dhiman oo weliba taraf ka dhiman weeye. Wa huwa naaqiskuna maa baa la yidhaahdaa ficil kaana aakhiru xuruufihi alasliyati xarfa cilatin u ahaaday, waa midka xuruuftiisa asalkaa uu ku jiro
حرف من حروف العلة مثل دعا بنا سروى على وزن فعل بالضم سروى ليدادو لكن كوك دعا يا بنا وفعل مركز سين ساكا أكانين بوكونا يكوك شيئين على وزن يفعل بالضم أيتها سروى لما إعلالي أنت بدن أو سروى داسي واسيد هذه أو نوو داس آخر بيد عدي حركة وما أتكيسن كرتو إيه لقى هذا لما دهين سرو لما دهين واحد الله دهين لو عظم هذا كه الرئيس ويا ميت كسد حاد وحوي اللفيف اللفيف المفروق لفيف كي كلا تكسنا وهو إسجنا ما بلا يرى هذا فعل كان أوله وهذا وآخره حرف علة مثل وفا ولي وعى لفيف مفروق أرت اللفيف حال إذا ذا فعل ثلاثية أو أي لبا حرف علة كتيران لبا ذي حرف علة هذا أموي يسكو حكسن لهاين أموي ولورد حين لها مركا كان لورد حي لبا ذي حرف علة لك لجي وحين كسرو بكرتاو نارنتاس إن أي واحد ماشي حرف علة أو فردية أي تهاي فأدة يلامك عين كان أوفردي حرف صحيح وكلا جيني سيدا وفا ولي يوعى وكلا كاس اللفيف مفروق اللي إذا هذا شن اللفيف المقرون لفيف كي حروف العله أي حرير سنايين وهو لفيف كنوع عاسنا ما بالي إذا هذا كان وهذا وسطه برتن كيسي وآخره حرف علة ويهي مثل روى حيا هوى شوى oo macnaheedu oo laga wado waa mid ka xarafka dhaxda ah iyo xarafka labaad oo laamka ah ay xarfu cilla ay uga jiraan sida rawa hawa oo kala wala mid nawa oo kala wala mid kaasna waxa la leeyahay lafif maqrun ah oo wada xiriir xarfu cillihi ay wada xiriiraan aad waxa u fiicnaan lahayd inaynu ku darno meeshan ah itisalu al-af'ali ila dhamair ar-raf' al-barizah inaa ku darna fiicnaan lahayd si aynu baabka isaga ah oga farxalano laakiin maadaama la'asaday إن درسي وقوصاً ديرانين وقوصاً كبضنان قياستي نسع نسع إذن كإلهي إن شاء الله هنكاس أيان كوشو وچنينا وقوصاً بضان دونا بإذن الله إيه الله دلقاتو هدين نسع نسع ليده هدو مركا وحنو وچو قدونا إسناد الأفعالي إلى ضمائر الرفع البارزة أيان نكب الله بدونا وصفحة سقالي اللي باتنا هذا وإلى اللقاء آخر أستودعكم الله وأترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.